لا بد من ذكر بعد الفتوى والاستجابة الواسعة من قبل أبناء الشعب العراقي، لا بد من ذكر القيادة التي تصدت لتنظيم هذه الجموع وهؤلاء المتطوعين بمئات الآلاف، يحتاجون إلى تنظيم، يحتاجون إلى تدريب، يحتاجون إلى تجهيز، يحتاجون إلى تسليح، يحتاجون إلى قيادة. وكل هذه العمليات تصدى لها الكوادر المؤمنة المخلصة الموجودة في داخل العراق، وعلى رأسهم الحاج أبو مهدي والحاج قاسم. الله كلاهما تعاونا معا من أجل بناء هذه القوة وجعلها قوة عسكرية عقائدية جهادية تتحمل المسؤولية وتتقدم لتحقيق الهدف، وهو دحر الدواعش، محاربة الدواعش. وفعلا برزوا إلى الدواعش بكل قوة وبكل بسالة وبكل تضحية وإقدام، لا يعرفون الخوف ولا يترددون، يتسابقون للشهادة. حقيقة المؤمنين المخلصين كانوا في مقدمة القوات، هذه الجموع الغفيرة كانت تتبع قادة مؤمنين مخلصين، وكانوا هؤلاء أمام الآخرين، فقاموا بعملية التنظيم بسرعة بنفس الوقت الذي ينظمون فيه صفوفهم بشكل سريع، يتجهزون ويتسلحون ويتعبؤون ويدخلون المعركة.